بعض الأصدقاء ولا صاحب حلوة، ولكن بعض الأحيان مرة لو إنهم ما يعرفون المواجيب بديت راي ووجهة الراي حرة، حاولت أعالجها بشتى الأساليب للنفع نفع وللمضرة مضرة. إن غبت قالوا ليش يوم انقطغي، وإن جيتهم صاروا بصفخوا مرة، والله ما جاهوا مني أكثر من الطيب، ولا فيهم اللي فزعتي ما تسره، والطيب في غيرها له جرح ما يطيب، غلطة وكاد وغلطة رجل مرة، واللي ما عنده للمشاريه توجيب بعدين لا يشره وهو ما يشره، وأكبر خطأ ما فيه شك ولا ريب مبرة اللي ما يعرف المبرة، واللي نصحته الشافيك شعر الذيب، ولا يمر الشارع اللي تمره، والطيب سوى لا تحسف على الطيب لو ما تحصل منه مثقال ذرة، وبالعكس لا تسوى الردى والردى عيبكم، واحد الهقوات نفسه تغرة. سلام عليكم.